بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة امل في هذه الحصه ان شاء الله لدينا اختبار الفصل الثاني في ماده الرياضيات للسنه الرابعه ابتدائي تجدون ايضا اختبارات مقترحه ومتوقعه بقوه للفصل الثاني للسنه الرابعه ابتدائي في قائمه التشغيل في القناه ساترك لكم رابط القائمه في صندوق الوصف إذا لدينا الآن التمرين الأول أكمل ملء الفراغ بالعدد المناسب هنا لدينا 638 في في عدد هنا نبحث عن هذا العدد يساوي وثلاثون ألف إذا ما هو هذا العدد يا إيه أبطال عدد مناسب نلاحظ هنا أن على يمين هذا العدد لدينا أصفار كم من صفر هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة ما معنى هذا يا أبطال؟ يعني هذا العدد ضربناه في ماذا؟ لدينا واحد اثنان ثلاثة يعني ستمئة وثمانية وثلاثون في ألف العملية الثانية الآن لدينا سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون في في عدد لدينا النتيجة سبعمائة وثمانية وتسعون ألف ومئتان إذا نلاحظ أن على يمين هذا العدد لدينا أيضا أصفار كم من صفر واحد اثنان اذا ما معنى هذا يعني هذا العدد في ماذا لدينا في 100 العمليه الثالثه الان 547 في 10 يساوي ماذا اي عدد في عشرة نقوم بكتابه هذا العدد كما هو واضيف الصفر على يمين هذا العدد وهل الجزء الاول من التمرين الاول هكذا اذا لدينا الان الجزء الثاني يريد المعلم توزيع 156 قلما على 15 تلميذا بالتساوي ما هو عدد الأقلام التي سيأخذها كل تلميذ؟ ثانيا ما هو عدد الأقلام الباقية؟ إذا يا أبطال هنا لدينا كلمات مفتاحية ما هي هذه الكلمات؟ إذا لدينا الكلمة الأولى توزيع ولدينا الكلمة الثانية بالتساوي، إذا يعني هنا يا أبطال لدينا عملية قسمة، جيد، إذا عدد الأقلام ما هو؟ وهو 156، هنا عدد الأقلام، عدد التلاميذ لدينا خمسة عشر، إذا لدينا كلمات مفتاحية، إذا مباشرة نضع عملية قسمة هكذا، نضع العملية القسمة هكذا يا أبطال، إذا نكتب هنا خمسة عشر. ونكتب هنا مئه وسته وخمسون هكذا اذا لننجز الان العمليه عمليه القسمه هنا لدينا القاسم مكون من كم من رقم من رقمين لدينا واحد اثنان يعني هنا اخذ كبدايه كم من رقم لدينا واحد اثنان جيد هنا لدينا خمسه عشر تقسيم خمسه عشر خمسه عشر تقسيم خمسه عشر يساوي واحد واحد في خمسة عشر يساوي خمسة عشر، هكذا نضع عملية طرح خمسة عشر ناقص خمسة عشر يساوي صفر، أقوم بإنزال الرقم الثالث هكذا لدينا ستة، ستة تقسيم خمسة عشر نلاحظ أن ستة أصغر من خمسة عشر، نعم مباشرة هنا نضع صفر، صفر في خمسة عشر كم؟ لدينا يساوي صفر، جيد؟ ثم نضع هكذا نضع عملية الطرح ستة ناقص صفر يساوي الستة إذا هنا كملنا خلاص مع الأرقام نعم لدينا هنا وجدنا ستة ستة أقل من خمسة عشر وما دام كملنا خلاص مع الأرقام إذا هنا عملية القسمة نتوقف هنا تنتهي هنا لدينا الحاصل وهو عشرة عشرة وهو عدد الأقلام هنا عدد الأقلام التي سيأخذها كل تلميذ ولدينا عدد الأقلام الباقية وهو ستة إذا هذا فيما يخص حل التمرين الأول التمرين الثاني الآن لدينا ثمان أربعة قصص هو ثلاثمائة دينار جزائري باستعمال جدول التناسبية أجب عما يلي لدينا السؤال الأول والسؤال الثاني، ما هو ثمن سبعة قصص؟ ما هو عدد القصص التي يمكن شرائها بتسعمائة دينار جزائري؟ إذاً هنا طلب منا باستعمال جدول التناسبية، سأقوم أولاً برسم جدول التناسبية، في الجدول التناسبية ماذا نجد؟ كم من سطر أولاً؟ نجد السطر الأول ونجد السطر الثاني جيد ومجموعة من الخانات نقوم برسم الجدول هكذا أولا إذا لدينا هنا عدد القصص عدد القصص وهنا لدينا الثمن بعد ذلك ماذا سنفعل؟ لدينا هنا ثمن أربع قصص نضع هكذا أربعة وهو كم يا أبطال؟ لدينا ثلاثمائة جيد 300 دينار جزائري مطلوب منا ما هو ثمن سبع قصص اذا عدد القصص نضع هكذا سبع قصص مطلوب منا ايجاد الثمن ولدينا ايضا ما هو عدد القصص التي يمكن شراؤها ب 900 دينار جزائري لدينا الثمن يعني اذا كان عندنا هذا المبلغ ما هو عدد القصص التي يمكن شراؤها اذا لدينا هنا جدول التناسبيه لايجاد الثمن ولايجاد عدد القصص ماذا سنفعل اول خطوه يا ابطال نجد معامل التناسبية نجد معامل التناسبية إذا لدينا هنا العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث في كل عمود لدينا الخانة رقم واحد والخانة رقم اثنان هنا لدينا القيمة معروفة بالنسبة للعمود الأول وهنا لدينا القيمة معروفة هنا يعني لدينا أربعة هنا لدينا ثلاثمائة أعداد ظاهرة هنا لدينا مجهول وهنا لدينا مجهول إذا سنأخذ هنا ثلاثمائة ونأخذ أربعة ماذا بعد ذلك ماذا سنفعل؟ نقسم هكذا ثلاثمائة تقسيم أربعة، هنا سنجد معامل التناسبية، معامل التناسبية يا أبطال في هذه الحالة هو ثمن القصة الواحدة، ثمن القصة، إذا نضع عملية القسمة هكذا، نضع أربعة لدينا ثلاثمائة. إذا لدينا هنا رقم واحد، نأخذ رقم واحد كبداية، ثم نقارن، لدينا ثلاثة أصغر من أربعة، يعني ما تصلحش هكذا، إذا نأخذ الرقم الأول والرقم الثاني، ثلاثون تقسيم أربعة، نضع جدول الضرب في أربعة، أربعة في خمسة عشرون، أربعة في ستة أربعة وعشرون، أربعة في سبعة. ثمانية وعشرون جيد أربعة في ثمانية إثنان وثلاثون إذا هنا ما ليش ثلاثون نعم إذا العدد الذي يصلح وهو سبعة إذا نضع أربعة في سبعة هكذا سبعة في أربعة قلنا لدينا ثمانية وعشرون هكذا أضع عملية طرح هنا طرح بالإضافة عشرة وهنا إثنان زائد واحد ثلاثة عشرة ناقص ثمانية لدينا اثنان ثلاثة ناقص واحد لدينا صفر دائما يليق التركيز يا أبطال بعد ذلك ماذا سنفعل هنا لدينا رقم بقي رقم وهنا لدينا اثنان اثنان أصغر من القسم إذا رانا صحاح لحد الآن هل أقوم بقسمة اثنان تقسيم أربعة الآن لا مدام ما زال عندي رقم هنا أقوم بإنزال هذا الرقم هكذا لدينا عشرون عشرون تقسيم أربعة جدول الضرب في أربعة سنجد خمسة خمسة في أربعة لدينا عشرون بعد ذلك عشرون ناقص عشرون لدينا الصفر إذا كملنا مع الأرقام هنا لدينا هنا الصفر ولدينا خمسة وسبعون وهو معامل التناسبية يعني ثمن القصة الواحدة الآن بعد إيجاد معامل التناسبية ماذا سنفعل؟ لإيجاد ثمن القصص هنا ولإيجاد عدد القصص لاحظوا معي يا أبطال هكذا إذا كنا هابطين هكذا عندي هنا عدد القصص معلوم نبحث عن الثمن هنا نضرب في معامل التناسبية إذا كان هنا عندي مثلا العدد معلوم ونبحث عن العدد إذا كان عندي هذا العدد معلوم يعني ظاهر هكذا ونبحث عن العدد الموجود في الأعلى، هنا لدينا عدد القصص وهنا لدينا الثمن، الثمن هنا العدد ظاهر، ثمن القصص تسعمائة، إذا كنا طالعين هكذا هنا أقسم على معامل التناسبية، إذا الآن لدينا سبعة نبحث عن الثمن سننزل يعني، إذا أضرب في معامل التناسبية، سنجد الثمن. هنا لدينا تسعمائه الثمن ونبحث عن العدد سنصعد هكذا اذا هنا تسعمائه تقسيم خمسه وسبعون سنقسم الآن 900 تقسيم 75 لكي نجد عدد القصص التي يمكن شراؤها 900 دينار جزائري هنا لدينا القاسم مكون من رقمين هنا يعني أخذ كبداية كم من رقم؟ 1 2 جيد لدينا 90 تقسيم 75 75 في 1 يساوي 75 75 في 2 يساوي كم؟ يساوي 150 إذن هنا لدينا 1 خمسة وسبعون في واحد، خمسة وسبعون في واحد يساوي خمسة وسبعون، نضع عملية الطرح هنا الطرح بالإضافة عشرة، سبعة ناقص زائد واحد هنا ثمانية، عشرة ناقص خمسة لدينا خمسة، زائد واحد تسعة ناقص ثمانية. أو واحد جيد لدينا خمسة عشر هل أقسم خمسة عشر تقسيم خمسة وسبعون خمسة عشر أصغر من هذا العدد نعم إذا ما دام عندي هنا مازال رقم آخر أقوم بتنزيل الرقم الثالث لدينا مئة وخمسون مئة وخمسون تقسيم خمسة وسبعون خمسة وسبعون في اثنان يساوي مئة وخمسون إذا نكتب اثنان ثم نضرب لدينا مئة وخمسون نضع عملية الطرح لدينا صفر صفر لدينا هذا الباقي كملنا مع الأرقام هنا خلاص لدينا إذا هنا لدينا اثنا عشر لدينا جدول التناسبية هكذا نقوم بملء الجدول لدينا هنا الثمن ثمن سبع قصص كم لدينا خمسمائة وخمسة وعشرون دينار جزائري هنا عدد القصص التي يمكن شراؤها بتسعمائة دينار جزائري وهو كم يا أبطال أحسنتم إذا هذا فيما يخص حل التمرين الثاني نشوف مع بعض الان حل التمرين الثالث ولا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب اذا اعجبكم ما قدمت ومشاركه رابط الحصه لدعم بشره امل التمرين الثالث لاحظ الشكل ثم أكمل ملء الجدول بما يناسب، إذا لدينا هذا الشكل لدينا في الجدول الوحدة، الوحدة أ الوحدة ب لدينا مساحة السطح يعني سنقوم هنا بحساب أو إيجاد مساحة السطح الأحمر والسطح الأصفر، أولا نبدأ بالوحدة أ والوحدة ثم الوحدة بي الوحدة آ آه هنا يا أبطال تمثل لدينا مربع واحد فقط يعني سنقوم بعد المربعات هنا الصغيرة كم لدينا كم من مربع بالنسبة للسطح الأحمر ثم نقوم بعد المربعات بالنسبة للسطح الأصفر إذا نقوم بعد المربعات لدينا السطح الأصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية مساحة السطح الأصفر على حسب الوحدة A بنفس الطريقة نقوم بحساب مساحة السطح الأحمر نقوم بعد المربعات نجد ثلاثون إذا هذا على حسب الوحدة A لدينا الوحدة B إذا هناك كم من مربع أولا يا أبطال لاحظوا معي لدينا هذا مربع وهذا لدينا مربع، لدينا نصف مربع ولدينا نصف مربع، نصف مربع زائد نصف، نصف زائد نصف لدينا واحد، يعني هنا لدينا مربع واحد، هنا اثنان، هنا ثلاثة، جيد، هنا يعني سنقوم بتقسيم هذا الجزء الأصفر إلى أولا ثلاث مربعات، واحد اثنان ثلاثة، هنا لدينا وحدة، نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا يعني لدينا ستة. اذا او بطريقه اخرى ماذا سنفعل هنا وجدنا المساحه كم ثمانيه عشر نقسم ثمانيه عشر تقسيم ثلاثه نجد سته هنا وجدنا كم ثلاثون ثلاثون تقسيم ثلاثه نجد عشره اذا هذا فيما يخص حل التمرين الثالث إذا لدينا الآن التمرين الرابع، لاحظ المثلثات التالية ثم أكتب اسم كل منها، المثلث رقم واحد نحدد هنا، لدينا مثلث قائم، مثلث قائم ومتساوي الساقين، مثلث متقايس الأضلاع، مثلث متساوي الساقين، إذا هنا نحدد هل في هذا المثلث لدينا زاوية قائمة؟ إذا سنستعمل الكوس، نضع الكوس هكذا. أولا هنا في هذه الزاوية، ننظر هل لدينا زاوية قائمة؟ إذا لدينا حافة الكوس لامست الضلع الأول، طبعا نضع الكوس جيدا. لدينا حافة الكوس الثانية لامست الضلع الثاني، إذا هنا لدينا زاوية قائمة. كبداية نقول لدينا مثلث قائم، نشوفوا مثلث قائم ومتساوي الساقين أبطال. نشوفه مع بعض اذا نفتح المدور على حسب طول الضلع الاول مثلا هكذا اذا نشوفوا هنا هل لدينا نفس الطول لا ما عنديش نفس الطول هكذا ما عنديش نفس الطول نشوفه مع هذا الضلع وهذا الضلع نفتح المدور على حسب طول الضلع الاول هكذا نشوفه هنايا لدينا لا هل هنا لدينا متساوي الساقين لا اذا لدينا مثلث قائم لدينا الآن المثلث رقم اثنان نشوف هنا مثلث قائم مثلث متساوي الساقين مثلث متقايس الأضلاع زاوية قائمة هل لدينا هنا زاوية قائمة ينظر مباشرة التلميذ يستطيع التحديد لا توجد أي زاوية قائمة نتأكد أكثر باستعمال الكوس هنا هنا هل لدينا زاوية قائمة لا هكذا هل لدينا زاوية قائمة أيضا لا هنا لدينا زاوية قائمة لا يا أبطال نتأكد الآن هل الأضلاع متقايسة أم نقول متساوي الساقين أو فقط نفتح المدور على حسب طول الضلع الأول نختار أي ضلع هكذا إذا طول الضلع الأول هكذا أو يستعمل التلميذ المسطرة لا بأس في ذلك نشوفه مع الضلع الثاني إذا لدينا هكذا لم نغير فتحة المدور بالنسبة للضلع الثالث أيضا نضع المدور هكذا يا أبطال هكذا إذا لدينا الأضلاع متقايسة إذا نقول مثلث متساوي متقايس الأضلاع لدينا إذا لدينا الآن المثلث الثالث هل هو مثلث قائم؟ لا توجد أي زاوية قائمة متقايس الأضلاع نلاحظ أن طول هذا الضلع لا يساوي طول هذا الضلع جيد إذا هل هو مثلث متساوي الساقي؟ يعني طول هذا الضلع يساوي طول هذا الضلع نتأكد باستعمال المدور سنجد هنا طول الضلع الأول يساوي طول الضلع الثاني إذا لدينا مثلث متساوي الساقين، إذا هذا فيما يخص حل التمرين الرابع. لدينا الآن الوضعية الإدماجية، يملك فلاح حقلا مستطيل الشكل، طوله 125 متر وعرضه 65 متر، أحاطه بسياج وترك له بابا عرضه 5 متر، أولا أحسب طول السياج. إذا علمت أن ثمن المتر الواحد من هذا السياج 95 دينار جزائري، احسب ثمن السياج، إذا سنجيب عن ما هو مطلوب منا أولاً ثم ننجز الجزء الثاني ولكي يتمكن التلميذ من وضع العمليات الصحيحة عملية ضرب الطرح ويفهم مليح نص المشكلة ماذا سيفعل؟ يقوم بتمثيل المعطيات خطوة بخطوة، إذا لدينا يملك فلاح حقل مستطيل الشكل، إذا لدينا المستطيل هكذا يا أبطال لدينا الطول لدينا العرض لدينا الطول لدينا العرض جيد، طول المستطيل وهو مئة وخمسة وعشرون. هذا الطول. لدينا العرض، لدينا خمسة وستون متر، جيد. نكمل الآن، أحاطه بسياج، أحاطه بسياج، هذا الحقل ككل، أحاطه بسياج وترك له بابًا. إذًا نبدأ هكذا، إحاطة الحقل بهذا السياج هكذا، نترك الباب يا أبطال. إذًا هكذا، نترك الباب مثلًا هنا. لدينا هذا.. هذا العرض الذي تركه وهو خمسة متر، مطلوب منا الآن أحسب طول السياج، نقوم بحساب طول السياج، ذكرنا سابقا أن طول السياج يساوي محيط الحقل، إذا هنا لم نترك أي باب، طول السياج يساوي محيط الحقل، لكن هنا لدينا قمنا أو هنا قمنا بترك باب. العرض لدينا خمسه متر ماذا سنفعل يا ابطال اذن اول خطوه سنقوم بحساب محيط الحقل محيط الحقل وهو الطول زائد العرض لدينا في اثنان بعد ذلك سنجد ماذا؟ سنجد هنا محيط الحقل، هذا بالأزرق محيط الحقل، نحن الآن نبحث عن طول هذا السياج بالأخضر، إذا الخطوة الثانية بعد إيجاد محيط الحقل، لدينا محيط الحقل سنجده ثلاثمائة وثمانون، بعد الحساب أطرح ناقص خمسة، هنا سنجد طول السياج، إذا الآن نضع العمليات ولدينا تطبيق عددي. القاعدة الخاصة بمحيط المستطيل أو لدينا محيط الحقل لدينا الطول زائد العرض في اثنان دائما نقوم بكتابة القاعدة إذا بعد ذلك الطول زائد العرض مئة وخمسة وعشرون زائد خمسة وستون نجد مئة وتسعون مئة وتسعون أضرب وأضربها في اثنان نجد ثلاث وثمانون وهو محيط الحقل جيد نحن الآن نبحث عن طول السياج إذا ثلاث مئة وثمانون 300... ناقص خمسة لدينا ثلاثمائة وخمسة وسبعون وهو طول السياج. إذا الآن بعدما وجدنا طول السياج وجدنا ثلاثمائة وخمسة وسبعون متر، الآن. لدينا، إذا علمت أن ثمن المتر الواحد، إذا لدينا المتر الواحد ثمنه كم يا أبطال؟ لدينا خمسة وتسعون دينار جزائري، المتر الثاني خمسة وتسعون، الثالث خمسة وتسعون، مطلوب منا أحسب ثمن السياج. إذا مطلوب منا حساب ثمن السياج، ماذا سنفعل؟ سنضرب هنا لدينا المتر الواحد خمسة وتسعون، خمسة وتسعون، خمسة وتسعون، لدينا تكرار، إذا هنا في هذه الحالة نضرب ثلاثمئة وخمسة وسبعون في لدينا العدد خمسة وتسعون، سنجد ثمن السياج. ولدينا غرس الفلاح ألف ومئة وعشرين شجيرة تفاح في سبعة صفوف، في كل صف يوجد نفس عدد الشجيرات، ما هو عدد الشجيرات المغروسة في كل صف؟ إذا ماذا سنفعل يا أبطال؟ سنقوم أولا بتمثيل المعطيات، لدينا عدد الشجيرات التي قام بغرسها الفلاح لدينا كم؟ ألف ومئة وعشرون، جيد؟ لدينا شجيرته. التفاح هذه الشجيرات قام بغرسها في كم من صف هذه ككل قام بغرسها في سبعة صفوف واحد الصف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ولدينا السابع مطلوب منا الآن نحن ماذا يا أبطال ما هو عدد الشجيرات التي غرسها في كل صف يعني هنا عندي كم من شجيرة هنا لدينا كم من شجيرة قام بغرسها الفلاح وهنا أيضا لدينا هنا كلمة مفتاحية يوجد نفس عدد الشجيرات إذا لدينا هنا يعني في هذا الصف مثلا لدينا هذا العدد يساوي نفس هذا العدد الموجود في الصف الثاني عدد الشجيرات في الصف الثالث نفس عدد الشجيرات في الصف الرابع نلاحظ هنا أن هذا الشج هذه الشجيرات قام بتوزيعها الفلاح على سبع صفوف إذا ماذا سنفعل الآن؟ لدينا توزيع إذا أقسم ماذا على ماذا؟ لدينا ألف نضع عملية القسمة هكذا لدينا ألف ومئتان وعشرون تقسيم السبعة لدينا هنا رقم واحد نأخذ رقم واحد أولا كبداية نلاحظ أن واحد أصغر من سبعة اذا هكذا ما تصلحش ناخذ الرقم الأول والرقم الثاني إذا لدينا 11 عشر عشر أكبر من سبعة نعم إذا نبدأ الآن العمل احد عشر تقسيم سبعة أضع جدول الضربة في سبعة سبعة في واحد سبعة سبعة في اثنان لدينا اربعة عشر إذا اثنان أضع اثنان؟ لا نضع واحد، إذا سبعة في واحد لدينا السبعة، نكتب هكذا، نضع عملية الطرح، إذا نطرح، نستعمل الطرح بالإضافة لدينا إحدى عشر ناقص سبعة أربعة، واحد ناقص واحد صفر، بعد ذلك ماذا سنفعل؟ نقوم بإنزال اثنان هكذا، لدينا اثنان وأربعون، اثنان وأربعون تقسيم سبعة. سبعة في خمسة خمسة وثلاثون سبعة في ستة يساوي اثنان وأربعون أضرب سبعة في ستة أو أضرب أولا الستة في سبعة إذا وجدنا ستة ستة في سبعة يساوي اثنان وأربعون أضع عملية الطرح لدينا صفر صفر هل نتوقف لا مازال عندي الرقم الرابع أقوم بإنزاله هكذا لدينا السفر سفر تقسيم سبعة صفر أصغر من سبعة وأي عدد هنا السفر تقسيم أي عدد لدينا النتيجة السفر اذا السفر في سبعة يساوي السفر اضع عملية طرح لدينا السفر